شدد الدكتور عبد الرحمن عيسى المناعي طبيب مقيم في مجمع السلماني الطبي في لقاء مرئي ضمن برنامج بكم نعود على ضرورة الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، خصوصا فيما يتعلق بانتشار جائحة كورونا، وذلك حماية للمجتمع من خطر تداعيات الفيروس. وتذكر موقف مثلي شخصيا أو أثر فيني شخصيا لامرأة مسنة عمرها تقريبا أكثر من 80 سنة، جات بصحبة ولدها واستدعت حالتها أنها تتركت، لكن الابن رفض رفضا تاما أنها هي تتركت، والسبب هو الإشاعات. فثلاثة أشياء حاب أذكرها للسادة المشاهدين على هذا الموقف بالذات. النقطة الأولى، الإشاعات ومدى تأثيرها السلبي على المريض وعلى أسرة المريض. هذه رسالة إلى كل شخص مسؤول في المجتمع أن ما يترك مجال للإشاعات تنتشر، ولازم تنتشر، لازم توقف الإشاعة عنده، ولازم نتأكد من الأخبار، من الخبر من المصادر الموثوقة. هذه رقم واحد. النقطة الثانية، أتمنى من جميع المواطنين والمقيمين أن تكون عندهم ثقة تامة بالأطباء. لا يمكن دكتور بيقول لك تحتاج ترقيد وأنك تحتاج علاج وأنت ما تحتاجه، ولا تترك مجال للإشاعات والكلام اللي هو لا هو علمي ولا هو ولا في مجال للصحة أن يأثر في قراراتكم. النقطة الثالثة هي تخص الأشخاص اللي يقومون اللي يهتمون بأهاليهم أو يقومون برعايتهم الصحية. كلنا نتفق أن ما في أغلى من الأم والأبو، لكن والأهل بشكل عام، لكن عمركم لا تكونون متحكمين ولا تكونون مسيطرين في قراراتهم. واستذكر في هذا الموقف بالذات ان الام قالت رقدوني ليله وباكر برجع لكم البيت، لكن الولد كيف الموضوع على كيفه وحاول وقدر يقنع اهله تغير رايها وتطلع من المستشفى على مسؤوليتهم. فلا تكونون مسيطرين ولا تكونون متحكمين بقراراتهم، لان انتم مسؤولين عنهم.